كومبات. احنا الحقيقه لقينا متطلبات للشرطه المصريه لعربيات اخف او اصغر. الشرطه والجيش ولا الشرطه بس؟ لا احنا الطلب العربيه الاصغر كان للشرطه ولبعض وحدات القوات المسلحه زي المظلات والحرس الجمهوري، كانوا محتاجين عربيات خفيفه، فاحنا جبنا العربيات دي وعرضناها عليهم. كان لهم متطلبات في العربيات، احنا بنعمل تعديلات دلوقتي مع الشركه المصنعه. الشركه دي من استونيا، واحنا عاملين دلوقتي تعديلات في عينه هنجيبها قريب، واحتمال ان الشرطه المصريه تطلب منها. هنقدر احنا في اتفاقيه تصنيع مشترك برضو. بتصنع منها قد ايه بقى؟ حسب الطلبات، حسب الطلب، حسب الطلب يعني.